أول محطة ببلوك نوتس اليوم مشاهدينا بتعرفنا أكثر على جمعية لبنيز فود بانك اللي تأسست عام 2011 ومن وقتها عم بتقوم بجهود كبيرة لمكافحة الجوع بلبنان. تفاصيل أكثر مع ضيفتنا، برحب بهبة جورج وسهى زعيتر، أهلا وسهلا فيكم. في البداية صبايا بدي تعريف عن هالجمعية، مثل عنوانها لبنيز فود بانك، وبعرف إنه مشكلة الجوع هي مشكلة مش بس محلية، مشكلة عالمية. بأي ظروف تأسست هالجمعية وشو أهدافها؟ هلا تأسست الجمعية لأن واحد بيلاحظ على طول هي مشكلة الفقر عم تكبر. فبال 2011 مجموعة بزنس مان بترأسهم مسيو كمال سنو أسسوا هيدي الجمعية، وكان الهدف منها إنه نقضي على مسألة الجوع بلبنان من هون لل 2020. اللي صار هلا بلبنان في عنا 30% من العالم بتعيش بالفقر أو ما عم تقدر تأمن حاجاتها الغذائية كلها. نعم. يعني 20% من هيدول العالم بيعيشوا بأقل من 4 دولارات باليوم، و8% منهم 20% منها 30% ولا من الشعب اللبناني، و80% بيعيشوا بأقل من دولارين ونص. 8% بيعيشوا بأقل من دولارين ونص. فقدام هيدا الواقع صار إنه بده ينعمل شيء، فتأسست الجمعية. واللي منعمله نحنا بس بشكل سريع أنه منلم كل الأكل من المطاعم، من الأوتيلات، من الكيترز، إذا في أعراس منخدهم بفانات مبردة تما نكون عم نعمل أي خطر على الناس اللي بدهم ياخدوا هيدا الأكل، ومنوزعهم دايركتلي على جمعيات خيرية اللي هي بتعطيهم للعالم اللي بتشتغل معه. هلا كان يعني في اخر انتو هبه عم بتامنوا ابسط الامور الحياتيه، أبسط اللي هي لقمه عيش الانسان. يعني الجوع كافر مثل ما بيقولوا، اللي جوعان ما بيقدر يعمل شيء ثاني بحياته. مزبوط. وغاندي كان يقول انه في ناس قد منا محتاجه ما بتقدر تشوف صوره الله وصوره الحياه الا من خلال رغيف خبز، صحن اكل. نعم. هلا اخر كونفرنس صارت بروما تبعيت الفاو، دونك تبعيت الفاو كان لبنان مشارك فيها، هي للنير ايست ونورث افريكا، دونك للشرق الادنى ولا شمال افريقيا. عملوا فيها كوميتمنت ولبنان كان جزء منها، انه من هون لعشر سنين بدنا نخفف كميه هالاكل اللي عم ينهدر ب 50%. نعم. ومسيو لويس لحود بيكون هون مدير الدول المشاركه كلها التزمت بهالقرار، ومنها لبنان. ومسيو لويس لحود كان مدير عام وزاره الزراعه، انتخبوه يترأس كمان هيدي الكونفرنس ببيروت سنه 2016. يعني في خطه تحددت من 2000 ايمتى كان هال هيدا بشباط 2014. نعم. يعني خلال هلا بيرجعوا بيجتمعوا من خلال ست سنين انه تخف كميه الهدر اللي عم بتصير ب 50% بالشرق الادنى وبشمال افريقيا. علما انه هيدي المشكله عالميه مش بس عنا، يعني احنا جزء، نحن هون بهالمنطقه بنستورد 50% من الاكل، بينزاد ربعه. نعم. حسب الاحصائيات يعني مستورد 50 ربع الاكل بشكل عام عم بيروح هدر. يعني مشكله الجوع هون صارت يعني تنحل، اذا قدرنا نلم نسبه من هالاكل المهدور بنقدر ممكن نحل حاجتنا بلبنان. وعلى المستوى العالمي عندك 7 مليارات شخص. نعم. 870 مليون منهم بيعيشوا بحاله فقر او ما بيقدروا يامنوا احتياجاتهم. وعلى المستوى العالمي كمان ربع او ثلث الكميات الاكل بالعالم عم تنزت. فاذا نحن وغيرنا اشتغلنا على هيدا الشيء انه هالهدر وهالكب ما يصير، بنكون عم نخفف على مساله البيئه، على الموارد، لانه بالآن مثلا 16% من كل كميات اللحمه بتنزت، 45% من الفواكه والخضره هدر. فمنكون على المستوى العالمي مش بس على مستوى لبنان بنكون ما بنضطر يعني ننتج اكثر. يعني اذا بس بنعالج مشكله الهدر بنكون عم نعالج كمان المشكله الكبرى اللي هي الفقر. مزبوط. والجوع. مزبوط. وهيدا ارقام مش حكي هيك. نعم. احصاءات دقيقه. بدي انتقل لعند سهى. سهى خبرتنا سريعا هبه كيف تشتغلوا، بدي بالتفصيل شو يعني بتلموا الاكل من مناطق مختلفه وبتسلموها او بتوصلوها للاشخاص الجوعانين بكل بساطه، كيف تشتغلوا؟ نحن بنعمل بروتوكول، بنمضي بروتوكول مع المطعم او مع الاوتيل. بروتوكول بمعنى اتفاقيه. الاتفاقيه بتقول نحن بنجي بناخذ الاكل من عندك،
على شرط مسؤولية كلها بتنشل عنك، المسؤولية بتصير علينا مجرد نحن ما أخذنا الأكل. هذا الأكل أكيد بيتوضب بطريقة مرتبة. يعني هون بس بدي نوه على نقطة صغيرة سهى، هون بعرف إنه أصحاب المطاعم والمؤسسات اللي تعنى بهالموضوع أكيد عندها النية إنه تساعد، وأبدا مش بنيتها إنه تكب كل هالأكل، ولكن مزبوط. في خوف على سمعتهم بالنهاية لأنه عم بيصير في مشاكل بالنسبة لهالموضوع. مزبوط، كرمال هيك نحن هالبروتوكول بشيل عنهم المسؤولية ونحن بتصير مسؤولية علينا. اكيد التيم اللي عم ياخذ هذا الاكل الانسيرفد فود عامل دوره عند بويكر، وبويكر اكيد بيكون عامل الهايجين، كل شيء نظافه، كل شيء سلامه المراقبة. شو لازم ناخذ؟ السمك، الصوص، كل شيء سلاد مع صوص ما فينا ناخده، الصوص البندوره المقطعه ما بناخذها، السلاد، السمك. يعني حددت هالشركة بويكر المأكولات اللي مزبوط. صالحة انها تنقل من مكان لآخر، يكون في خطر على سلامة العالم اللي عم تاخذ هذا الأكل. منودي بهذا الأكل ودايركتلي بيتوجه لجمعية، اللي هي الجمعية أقرب جمعية لللوكال اللي أخذنا منهم أكل، حتى الأكل ما يكون وقت طويل على الطريق. بتتوصل للجمعية، وهي الجمعية بدورة بتوصلهم للناس المستحقين اللي عندها ومنتسبين لها. يعني خطة مدروسة بين اختيار المطاعم والأماكن، طريقة الباكجينج، وكمان خطة النقل من مكان لآخر، كله مدروس بدقة. مزبوط. ونحن بالمقابل كمان كل محل بيعطينا أكل، نحن بآخر كل شهر بنوصل له مثل ريبورت، هيدا الأكل اللي نحن أخذناه لوين توصل. ليحة. نعم. مزبوط، لأن ليك بصير في مصداقية بالشغل اللي نحن عمنا عمله. بلس مش بس مطاعم، اوتيلات، بيكريز، من الاعراس واسماء كثير معروفه بالبلد كمان. مزبوط مزبوط. يعني الودن بيكري، مانيوليا، دانكن دوناتس، من الاوتيلات رونتانا، هيلتون، لوبريستول هلا عم بي. نعم. انتم ما بتوصلوا الاكل مباشره للافراد، للاشخاص، انتم علاقتكم مع الجمعيات الخيريه اللي تعنى بهالموضوع. مزبوط، نحن الجمعيات بننقيهم يكونوا صادقين على بيشتغلوا على الارض مع المستحقين. في عنا جمعيات من كل الطوائف اللبنانيه، من كل الجبهات، الجهات. نعم. سوري. وبنتعامل معهم كمان. هدول الجمعيات بالمقابل بعد كل توزيع فود بوكسز او اكل او خضره او فواكه بيجينا بالمقابل داتا العيال، شو وضعها، من كم فرد. نعم. تالف وكل هدول التفاصيل وشو حاجاتهم كمان، لانه بعرف بالاضافه لهالاكل اللي بتوزعوه كمان بتامنوا اشياء ثانيه مثل شو هبة؟ هلا الجمعيات هي فعليا نحن لما نأمن لها الاكل، هن البادجت تاعهم بدل ما يصيروا يضطروا يصرفوا على الاكل، بيقدروا يصرفوا على تعليم، على طبابه. نعم. اتسترا، حاجات اخرى. حاجات اخرى. هلا اوقات صار مره مثلا توزع تياب او اشياء ثانيه، بس مين اللي هو اكل، الاكل اللي بيصير الاهم بارت منه هو الاكل اللي عم ينهدر، تما ينهدر وبيكون بعده. نعم. صلاحيته كثير منيحه وكل شيء، نرجع نوزعه للمستحقين. وبارت منا اوقات بنضطر بما انه بعد ما فينا نغطي كل لبنان، بعد بنأمن لهم مونه مثلا، نعمل فود بوكسز بيجي فيها عدس ورز. نعم. زيت الى اخره. لوين عم توصلوا اليوم؟ لاي مناطق؟ من اقصى الشمال لاقصى الجنوب. عندنا جمعيات بطرابلس وعكار، وعندنا جمعيات بالجنوب. يعني من دون اي تمييز على كافه الاراضي اللبنانيه، واكيد لا سياسي ولا طائفه. حلو. ولا غيره. حلو. وهدفكم اكيد توصلوا لكل منطقه بلبنان. فهون بنعتمد كثير على الفند ريزنج، لانه لما واحد بده يلم كميه اكل اكثر باي طريقه فند ريزنج هبه، يعني مثلا يعني مين بيدعمكم وكيف بيساعدوكم غير انه يقدموكم هالمأكولات؟ غير المأكولات اللي بتتقدم فينا كنا عم نتصل ببنوكي، بنك، بشركات، اوقات بانديفيدجوالز بيقدموا لك مصاري. هذا المصاري شو بتعمل؟ مثلا فيك تشتري فان، بدك تمولي شوفور، دونك سائق. نعم. ومساعده تيقدروا يلموا اكثر تكاليف العمليه اللي بتقوموا فيها. يعني ممكن هالشركات او المؤسسات اللي عندها النيه انه تساعد غير انه يقدموا مأكولات كمان من خلال الايفنت اللي بيقدموها او بينظموها، يقدموا جزء من الراي على الاقل مثل ما كتار عم بيعملوا. يعني هون عم ندعي اصحاب المطاعم والمؤسسات او اي شخص حابب يساعد انه عم نقدم لهم عده طرق للمساعده حتى تقدروا تحققوا اهدافكم. في مشاريع عم تشتغلوا عليها هلا؟ هلا بالوقت الحالي في عنا مشاركين بالماراثون، بتعرفي من هلا ببلش التحضير. نعم. مشاركين في اوتيل روتانا كمان مشارك معنا، عم بيحضر برانش كل احد وريعه لليبانيز فود بنك. في عنا مع ايفنت مع الراديسون. نعم. ايفنت مع الراديسون بوكس ابيل. مزبوط. يمكن انتم بالام تي في فيكم تعبوا بوكسز. نعم. ونوزعها. نتمنى.
أكيد. وفي كذا بروجي مع مدارس وجامعات كمان التلاميذ إذا بلشنا معه من الأساس نفكر بالغير. الجيل الجديد حول أهمية هيدا الشيء كتير بيساعد لبعدين للجيل. شو الويب سايت عندكم سهى؟ الويب سايت www.lebanesefoodbank.com. شكرا لكم، إن شاء الله بالتوفيق، ونحن جاهزين تنغطي أي حدث أنتم بتحبوا تعلنوا عنه. أهلا وسهلا. شكرا. وقفي مشاهدينا واللايف بكمل.